يبا يبا تكفى قوم، اصلا من اول ما غبنا درجاتنا نزلت. ان شاء الله ان شاء الله، من باكر راح تداومون وما بي درجاتكم تنزل كلش زين. اصلا شو تسوي بدارنا؟ من اول ما امي راحت بيت ماما عزيزه توهقي. روح تريق برا؟ نبي امي. ابدل ثيابي ونطلع. ما بطلع وياكم. انا بطلع. اصلا انطق امي. اقول انت توك صغيره وما تفهمي شو اللي قاعد يصير. انا كنت احبك بس بعد اللي سويته بامي انا ما بقعد وياك ولا اشوفك حتى ما بسمع صوتك. انت مو تقول ريام يطق مرته؟ لما انا اطق نوره انت تعصب علي. انزين اذا تاخرنا وايد يلا خل البس عشان اروح. اطلع بروحك اصلا ما بني معاك. هاي وش فيك؟ الصاير قاعد تمشي الصاير. لا يكون على سالفة البارح ولا شيء. ليش؟ انت شايفه شيء بسيط. خرابيط يا خرابيط، سوالف حريم عادي، خرابيط، سوالف تروح وتجي خرابيط. يعني انت راضي على اللي قال عني؟ يبا يا هال هذيلا يا هال ما يعرف يتكلمون يا هال. يا انا عيوب. يعني انا قلت كذي، انا قلت كذي الحين، ايش فيك فيها؟ قلت كذي، انا ما قلت كذي. انت قاعد تلفين من عندك. انا قلت انت عيوز، انت عيوز. انا غلطان قاعد احكي معاك. انا ذش بنام. بغيت اسالك. لا سام. جمانه وين؟ جمانه غايبه. طبيه؟ لا ما اتصلت ولا بلغت. زين وغياب امس؟ علمي علمك. ايه بس ما يصير. زين انت قلتي ما تبين ترفعين على قضيه ولا تشتكين عليه صح؟ صح بس لانه يعني اخوي. زين تقدرين تاخذين الموضوع كله قانوني من غير فضايح. اعتقد تكلمنا بهالموضوع هذا من قبل يا صلاح، ما اقدر اسوي شيء. تبوني انفصل واقعد بروحي يعني؟ الله يهديك بس الحين انت انا جينا ويا خواتي تعطيني حظه فيني. ايش فيك يبا ايش فيك؟ بس انا ما كلمتك. اي بس قال لي امي ما تقلبون خايفين حتى ما تردين علي. لان حظتك خواتك يغلطون علي يظلموني وانت ساكت ما تدافع ما تنصرني. حطيت حقك انا ويهجات حطيت حقك. وبعدين شوفي لا تخليهم يخربون حياتنا، لا تخليهم يدشون بيتنا. لازم احنا نكون بلابل مع بعض، اسرارنا مع بعض، شغلنا مع بعض، عرفت شلون؟ انا ريلك اللي خاف عليك وحافظ عليك. انا اخترتك من بين بنت الدنيا هذه كلها، قلت هديت حريم الدنيا هذه كلها. واخترتك انت قول عمري لازم نكون ويا بعض، احنا لازم نكون ويا بعض حبيبتي. ما في يقنع عمري ما في شو هاي مفايا ما بي ما بي تدلها يعني بي هو ما فلوسك والأكل هذا ما قل عندك يوم ما بي ما بي ما بي.